حواليه، ثبت أنظارك فيه وحمولك. بس ثبت أنظارك فيه وحمولك، سيبك عليه وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه، ارفع عينك تلاقيه، إن كنت في وقت أليم حواليك شر عظيم، إن كنت في وقت أليم حواليك شر عظيم، إيمانك باللي فديك، إيمانك باللي فديك غالب لو تثبت فيه، غالب لو تثبت فيه، ثبت أنظارك فيه وحمولك. ثبت أنظارك فيه وحمولك ليه، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه، ارفع من له أذنان للسمع فيسمع. المكتبة الصوتية لاجتماع أولاد الله كنيسة رؤساء الملائكة بالجيزة تنقل لحضراتكم العظة الأسبوعية لجناب الأب الموقر القمص يوانس كمال كاهن الكنيسة، والعظة سلسلة بعنوان خطوات في الطريق إلى الله الجزء 30، وذلك يوم الجمعة المبارك الموافق 12 من فبراير لسنة 2016. فليعطينا إله السماء أن نسمع ونعمل بكلمته في صلوات راعي الرعاة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا ثيودوسيوس، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. صدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. أحيانا أنا شخصيا يجيني فكر كده أقول معقولة إحنا شفنا البابا كيرلس وعيشناه، ناولنا من ايده، بصينا في وشه، قعدنا معاه، اختبرناه، سمعنا الكلام اللي بيتقال عليه، اختبرنا دعواته وصلواته، اختبرنا ضيقة نفسه لما كانت الناس بتضايقه وبيتكلموا عليه كلام وحش. معقولة؟ لكن يرجع الفكر ويقول لك اه معقول، شفناه
هو ده البابا كيرلس. الحقيقة البابا كيرلس كان صفحة مضيئة، الشيطان يتعامل بصورة والنعمة تتعامل فيه بصورة ثانية. يعني مثلا البابا كيرلس كان صورة مضيئة يقراك قبل ما تتكلم، يعني مرة واحدة فندي جاي من الصعيد وجاي من الأقصر، واحد قاعد جنبه بيقوله ده أنا ساكن في الأسبكية جنب البابا كيرلس، بابا كيرلس ده بركة، بابا كيرلس ده لما بتروح له بيعرفك ولو أنت أول مرة تروح له. قال له ليه يعني؟ ولمعة؟ الرجل ده اسمه يونان اللي جاي من الصعيد، قال لك أنا هروح للبابا كيرلس ده أشوف بقى هيعرفني ولا مش هيعرفني. والرجل راح وقف في الصف، بابا كيرلس ضرب عينه كده بعيد قال له أنت صعيدي؟ قال لك يعني ما الصعيدة إيه كتير هيعمل نفسه عارفني. قرب شوية قال له تعالى يا راجل يا هراب. قال لك هيعمل نفسه ايه عارفني هرب، وانا كنت شافني قبل كده وهربت منه يعني. اول ما قرب كده قال له ايه يا عم طلعت امتى من بطن الحوت؟ قال له الراجل اسمه ايه يونان. من أول ما دخل عمالي وأول ما قرب للبابا كيرلس لفح ألم على خده وقال له مش عيب يا ولا تقول على أبوك أبو لمعة. شوف كم إيه كم نقطة بس. يعني اللي أنا عايز أقوله لك البابا كيرلس كان يقراك، الشفافية والنعمة اللي ربنا مدهاله كان تخليه يتعامل مع الناس بكشاف جميل، كشاف جميل. من الحكايات الجميلة بتاع البابا كيرلس، ولد في ثانوية عامة، أمه قالت يا ابني روح للبابا كيرلس ادعي لك يا حبيبي عشان خاطر ربنا ياخد عشان تنجح. فالواد راح لبابا كيرلس بيقول له ايه ادعي لي سيدنا عشان انا في ثانويه عامه. قال له انت ولا بتاخد دروس؟ قال له ايوه باخد دروس. راح لبابا كيرلس فرد ايده كده وراح لفح وقلم قال له كنت فين يا ولا الساعه 6 امبارح؟ قال لسيدنا معلش سيدنا سامحني. قال له اقول يا واد كنت فين الساعة 6 امبارح؟ اتاري الواد الساعة 6 كان داخل السيما. مين شاف؟ هو البابا كيرلس كان داخل السيما ولا عنده رقيب؟ بقول لك البابا كيرلس كان عنده كشاف، كان عنده كشاف. واحدة محبة من شبرا أختها في أمريكا، أختها جت زيارة ومعاها ولد وبنت صغيرين، فرحت بولاد أختها قالت أخدهم، قالت أختها أنا أخدهم للبابا كيرلس يصلي لهم ويباركهم. فرحانة خالص خدت العيال وراحت لسيدنا بتقول له بارك لي ولادي يا سيدنا. حط الصليب كده وقال له ماله يا بنتي ولادك وولاد أختك واحد، ما هو ولاد أختك ولادك برضو. عشان كده ما كناش نقدر نخبي عليه حاجة تقول له فيه إيه. صدقوني البوسطة لما كانت تيجي
بأمانة كان يعرف اللي موجود في الجواب. ده جانب النعمة، ده النعمة، ده الجانب اللي فيه ربنا بيديك إشراقة بركة وإشراقة حب. أعداء النعمة كان يقولوا ده راجل سحار، ده راجل بيعرف الطالع والنازل والغايب والحاضر، وكان يتكلموا عليه وهو كان يعرفهم واحد واحد، وكان يرمي ورا ظهره، وكان لا تفرق بالنسبة له أي شيء، إلى أن ربنا أعطى نصرة للبابا كيرلس وجميع الذين تحدوه واتكلموا عليه دفعوا الثمن، إن هو كان بيتعامل بمبدأ احسنوا إلى من أساء إليكم. ده أنا هقول لكم على حاجة، البابا كيرلس أنا سمعت هذا من كاهن اسمه أبونا أرسانيو الزكي الله ينيح نفسه في مصرة، يقول كنت رايح أقول لسيدنا على مشكلة واخد رأيه فيها، أول ما دخلت قال لي تعالى يا أبونا هتعمل إيه في الموضوع الفلاني، قبل أنا ما أكلمه هو اللي إيه هو اللي كلمني. أنا عايز أقول كان يعرض المشكلة ويعرض الحل ويحل المشكلة، وكان سلاحه هو الصلاة والالتجاء إلى السماء ومعونتي من عند الرب، وتفرح نفسي بالرب لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. وصدق ولا بد أن أن تصدق. أنا يا يسوع من إيدو نجيني
النهارده لقائنا رقم 30 عن موضوع الطريق إلى الله. الطريق إلى الله عاوز جهاد، مكتوب عليه من بره كده، اللي عاوز يمشي في سكتي عنده استعداد للعرق للدموع للسهر. الطريق إلى الله يحتاج طول أناة، الطريق إلى الله يحتاج حب، الطريق إلى الله لازم يكون في حذر، في تحذيرات كده، اوعى اليأس، اوعى الفشل، اوعى التردد، خد بالك في قطاع طرق في الطريق، في إبليس، خد بالك الشيطان هيحاول يخليك ترجع، لكن الطريق إلى الله يحتاج. كلمنا الأسبوع اللي فات عن إيه؟ عن الأمانة. الأمانة، عاوز تمشي مع ربنا خليك أمين، عاوز تمشي مع ربنا حط شعار تعيش بيه من أجل ربنا، كن أمينا إلى الموت أعطيك إكليل الحياة. الليلة دي بنعمة ربنا هنتكلم على نفس الموضوع، بس هنتكلم عن الأمانة
في القليل. يعني الأمانة في القليل، الأمانة في القليل يعني في حاجات أنت بتستهتر بيها وهي عند ربنا مهمة جدا. أنتوا عارفين معجزة الخمس خبزات والسمكتين؟ يقول أكلوا جميعهم وإيه؟ وشبعوا، شبعوا. وأنا يمكن كنت بتكلم الحد اللي فات عن هذا الموضوع، وقلت لهم دول أكلوا، مش بس أكلوا وشبعوا، دول أكلوا وكان خبزات وسمك مملح يعني فسيخ. الواحد في الأكل العادي يأكله رغيف رغيف ونص، لكن لما يبقى فسيخ بيديها لما إيه؟ لما يشبع. دول أكلوا وإيه؟ وشبعوا. وفي الآخر رفعوا ما فضل عنهم. ما فضل عنهم. الطريق إلى الله يحتاج إنك ما تستهونش بالحاجات الصغيرة، ما تستهونش بالنص ساعة اللي هتقعد تتألف فيها قبل ما تنعس، ما تستهونش بالربع ساعة لما هتستني إن الأكل يستوي، ما تستهونش بالحديث اللي بيجرك من موضوع لموضوع وانت مش دريان، وهو عامل زي الرطوبة بينخر في عظمك. لا، كن أمين في القليل يقيمك الله. علشان كده أنا عايز أقول لك لا تفكر في نهاية المشوار، لكن فكر إزاي تملى البطارية عشان ما تقفش في السكة. لو أنت ماشي ورايح مشوار، ما تقولش أنا معايا 5 جنيه توصلني. طب وبعد ما توصل هترجع إزاي؟ لو حصل في الأمور أمور، والميكروباص اللي انت راكبه وعطل، فكر فيما بعد، اعمل حساب في القليل. القليل ده ينجيك من فشل، ينجيك من دمار، ينجيك من حاجات كتير قوي قوي قوي. علشان كده لما تحب تروح مشوار، أطول مشوار يبدأ بخطوة، وبعد الخطوة خطوة جر خطوة، وخطوة جر خطوة، تقول يا ده أنا بلغت من العمر 60 سنة، ده أنا عمري اتسرق. فاكر لما كنت في المدرسة وكنت بتسهر وتضيع الوقت؟ فاكرة وانت صغيرة قلت أنا ربنا واقع عطاني واد ولا اتجوزت هعمل وهسوي؟ عملت إيه من اللي كنت بتحلمي بيه؟ الأمانة حق ربنا في مشوارك ومشوار ولادك، حق ربنا ببيتك، حق ربنا في الهوى اللي انت بتتنفسيه اللي ربنا بيديهولك. حق ربنا فين؟ أين الأمانة في القليل؟ ده احنا ما بنعملش حساب لحاجة خالص. ده ممكن الشيطان يقول لك يا ده انت هتروح الكنيسة لسه هتلبسي وتغسل ده انت على ما تسرحي شعرك وتنزلي، يكون القسيس خلص القداس. ويجي شيطان من ناحية يقول لك ما هو قسيس متسرع، معرفش زي اللي راكبه عفريت يحب يخلص القداس بسرعة. ويجي شيطان من الناحية الثانية، حتى بتكون مسحق هناك ودي ولية تقطع الخميرة من البيت،
يبتدي كده يعمل شوية تحابيش عشان يخليك ايه؟ الشياطين تشجع بعض. مفيش شيطان يحاربك ويجي شيطان تاني يقولك حاسب ده شيطان، يقولك لا اسمع كلامه، هتروح تعمل ايه دلوقتي حتى الدنيا برد؟ لكن في شيطان هيجي يقولك ويه يعني البرد يا اخو، روح من اجل ربنا، روح خد بركة. مفيش شيطان هيقولك كده. الشياطين يحبون بعضهم بعضا والناس لا يحبون بعضهم بعضا. أين الأمانة على محبتك لبيت الله؟ الطريق إلى الله يحتاج أن تسلك بأمانة بلا عيب. تباهم الذين بلا إيه؟ بلا عيب في الطريق. مزمور 119 عدد 10. السائرون في طريق الرب بلا عيب. كفاية إنهم رايحين بيت ربنا. واحدة ما بتروحش كنيس خالص، جت يوم حد حسيت دي من المنيل، وجالها هاتف كده النهاردة الحد وأنا بخش الكنيسة خالص والكنيسة مش بعيد عليا، أنا هنزل أروح الكنيسة. وتشيكت واتمكيجت واتبرفنت ونزلت تروح الكنيسة. لسه بعد بيتها بخمس ست خطوات ربنا رزقها بواد بموتسيكل خطف منها الشنطة. وقفت طبعا هللت والواد جرب الشنطه بتاعتها وخلاص. ترجع ما كملتش المشوار على الكنيسه ورجعت البيت، ولسان حالها بيقول كان يوم اسود يوم ما فكرت اروح الايه الكنيسه، كما لو كان الكنيسه هي الايه. الامين في القليل امين ايضا على الكثير. الكنيسة ذنبها ايه؟ والناس اللي جنبك ذنبهم ايه؟ والناس اللي بيدعوك لعمل النعمة ذنبهم ايه؟ يا احبائي ده في ناس ما يحبوش ان الناس يكون صوتهم واطي، يخشوا يستكتروا عليهم سلام الله اللي فيهم. ده لو كانوا اتنين شركة في مشروع واحد هيروح واحد يقول له انت فاكر يا فلان ان فلان شريكك ده ما بيخونكش؟ ده اصل هو مخدرك يعطيك من لساني حلاوة لكن خلي الطبق مسطور واللي أنا عارفه محدش عارفه، يخلي التاني دماغه إيه؟ في ناس تكره إن الناس تحب بعض. وأين الأمين في القليل أمانة المحبة؟ ده أنا عايز أقول لك النهاردة حتى في الخدمة الإنسان اللي عاوز يخدم يقول لك أنا هروح الخدمة نص ساعة في الأسبوع، يروح يتقابل على الباب مع الأنكل، يقعد أنكل مع أنكل يأنكلوا بعض، يحقوا تلات أرباع ساعة على الخدمة والمشاكل وهيعملوا إيه، وأنا بفكر أسيب الخدمة والتاني يقول له الحال مش عاجب، بدل ما رايحين ياخدوا بركة تحول إلى لعنة على باب الكنيسة. يا ابني أين الأمين في الإيه؟ في القليل. ابدأ بالقليل من وقتك،
قول أنا جاي أدي ساعة لربنا، عايز الساعة دي تكون مشفية، ما اختلصش منها ربع ساعة حكاوي ولا ربع ساعة دردشة ولا ربع ساعة نقد. لا 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 لا، كن أمين في الإيه؟ في القليل، والقليل هيقودك لأنك تبارك يوم الرب. النهاردة الحد، هل أنت أمين على يوم الحد؟ صدقوني أنا أبويا كان راجل عنده محل، كانت لو انطبقت السماء على الأرض ما يفتحش يوم الحد، يقول لك ده يوم ربنا. يوم ربنا الأمين في الإيه؟ في القليل. ده الأمانة في القليل. بلاش أبويا، ده أمي الست البسيطة كانت تبقى بتخيط حاجة كده وجرس الكنيسة يضرب لرفع بخور السبت، أول ما الجرس يضرب لها نكت الإبرة كده وقالت الحمد لله على كده. طب ما تكمل يا أمي، دي بقى حتة صغيرة. تقول لك لا يا ولدي، الجرس إيه ضرب. خليك أمين في القليل. الأمانة في القليل مش في الوقت بس، في الكلام اللي بتقوله للأطفال، بتقول للعيال إيه. كان زمان البيوت هي اللي تعلم الدين، وكان زمان في حاجة اسمها الكتاب، كان المعلم يعلم المزامير ويعلم الحساب ويعلم الألحان ويعلم الطقس، وكان اللي متعلم يعلم اللي مش متعلم. النهاردة مين بيعلم؟ مين بيسلم مين؟ مين أمين في القليل اللي عنده؟ أنا من حوالي سنة رحت أحضر ذكرى 40 بتاع أرخن فاضل هناك، وقلت كلمتين، قلت عم فلان ده عاصر أبونا بولس باسيلي أستاذنا أستاذ الوعظ، وعاصر أبونا إبراهيم عطية مدير الإكليريكية، وعاصر أنبا شنودة وقت ما كان أنبا شنودة علماني في الكنيسة دي. هل حد فيكم فكر يسجل له ذكريات حية بأمانة عن تلك الشخصيات؟ ولا حد يفكر، مفيش أمانة، مفيش أمانة. الجيل اللي فات غير الجيل ده، يعني أبويا الله يرحمه كان عنده دولاب قليم مطبق جلاليبه ومعلق عصاية في الركن. إيه أبويا العصاية دي؟ يقول لي عصاية المرحوم أبويا. طب يا عم ما تزقش، يعني عصاية فرعون. لكن هي مسألة أمانة، دي عصاية أبويا ودي جلابية أبويا وده كتاب أبويا. الأمانة، الأمانة. كانت الناس أمينة على بعض، أمينة على أسرار بعض، أمينة على عيال بعض، أمينة على أفكار بعض. علشان كده يمكن واحد يقول لك أنا لما لو كنت مطران همشي الأبرشية وأعمل وأسوي بتاع. يا حبيبي خليك أمين على الحاجة الصغيرة اللي عندك قبل ما تبص على الحاجة الإيه الكبيرة. ده الله يكون بعون اللي ماسك مسؤولية كبيرة. انت فاكر المسؤولية اللي تبقى كبيرة هتبقى سهلة؟ اللي بياخد وزنتين خد مكافأة زي اللي واخد خمسة، وسمع نفس الكلام قال له كنت أمين في القليل. خليك أمين على القليل اللي عندك، خليك أمين على عيالك وعلى مراتك وعلى عمرك وعلى شبابك وعلى عينيك. ربنا يكافئك على القليل.
القليل اللي عندك لما ربنا يبارك لك فيه يصير كشحبة الخردل التي تكبر وتقبل إليها الطيور، تتآوى إليها. علشان كده عايز أقول كن أمين حتى لما تخش الكنيسة. أنا مرة وإحنا بنصلي المزامير لقيت شماس فتح الإجبية ومش فتحها كده زي باقي خالق الله، لا ده فتحها وحاطط الظهر في الظهر، ويعني أنا بهدوء كده جيت جنبه وقلت له أكيد الإجبية دي مش بتاعتك، لو كانت بتاعتك كنت هتحافظ عليها، لكن ده عشان إجبية الكنيسة تتفسخ تتقطع يجرالها اللي يجرالها. ضحك قال لي يا ابونا ما الأجاب كتير، مش مسألة الأجاب كتير، المسألة مسألة أمانة. الأمين على الإجبية أمين على كل حاجة. ده أنا هقول لك الدكة اللي أنت قاعد عليها، أحياناً الولاد ياخدوها عشان يعملوا حفلة بره، وتشوف الكنب ده هو بيترزع، يا هو بيترزع بطريقة فوضوية بطريقة انتقامية. طب ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك أبونا حد دافع حاجة من جيبه، إيه يعني لما الدكة تتكسر؟ يعني مش حكاية دكة تتكسر، حكاية إنك إنسان غير أمين، غير أمين. ما كنتش أنت تكون أمين، منين يكون أمين على حاجة الكنيسة؟ ده الأمانة على حاجة الكنيسة اللفافة، اللفافة. أنا مرة شفت ولد ماسك حتة فحمة، وتعرفين الكنيسة بيبقى فيها فحمة عشان الشوري، وعلى الحيطة وبيكتب للذكرى الخالدة ذكرى. فمسكته قلت له جميل انك تعمل ذكرى، لكن البياض بتاع الكنيسة ده مش امانة برضو؟ ليه نبوظه؟ مسألة مفيش احساس بالامانة، مفيش احساس بان دي مش دي بتاعت ربنا، القرش ده بتاع ربنا، المكان ده بيت ربنا. الامين في القليل امين، ده من اول شروط الخدمه الكهنوتيه. لو دعي واحد للكهنوت يقول لك رب اولاده حسنا، يعني واحد ولاده بيسرقوا ينفع يبقى كاهن؟ ازاي؟ ازاي؟ فالمسألة احبائي عايز الواحد يكون امين في القليل حتى يقيمه الله على الكثير. الحاجة الثانية انه يدبر القليل حتى يستطيع أن يدبر الكثير. واحد مش عارف يتعامل مع زمايله في مدارس الأحد، أو مش عارف يتعامل مع زمايله الجيران، إزاي يتعامل مع شعب؟ إزاي؟ علشان كده مطلوب الإنسان يكون أمين. الأمانة تبدأ أولاً من جهة نفسك، هل أنت أمين على نفسك؟ أمين على حياتك الشخصية؟ أمين على مناولتك؟ طيب لما بتتناول بتكون أمين على المناولة؟ تحافظ عليها؟ طيب
اللي انا عايز اقوله لك رايح فين وجاي منين وايه الشيء اللي بتفرح بيه وايه الشيء اللي بيزعلك من اجل الامانه، انت تجاوب. ولو بصينا في سير القديسين نلاقي العجب. قديس استفانوس لم يكن من الاثنى عشر، لكن كل رتبته ايه؟ شماس. لكن ايه رايك؟ هذا الشماس العظيم صار في قمة مجمع القديسين، القديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء. قلبه فرح بربنا وصار مثلا عظيما للكنيسة كلها، ونفرح باستفانوس، ده فرح رائع. وصار مثلا، يعني عندنا مطران ولا أسقف باسم استفانوس، وعندنا كهنة كتير باسم استفانوس، عندنا أنشطة كنسية جمعيات باسم استفانوس، عندنا هنا كان فيه مدرسة استفانوس للشموسية، كان صار مثلا عظيما بسبب الإيه؟ الأمانة. أمين في القليل. القديس العظيم أثناسيوس الرسولي استحوا البابا اسكندر، خدوا معاه لمجمع نيقيا. أول ما شافوه في المجمع قالوا إيه الواد اللي جايبه البطرك ده؟ ولما قعدوا بصوا له لقوا وشه منور، إيه ده؟ بس ده شماس. قال لهم لازم أعمله قسيس، أنا بكرة أعمله قسيس. ورسموا قسيس عشان يعقلوا إيه؟ حضور المجمع. كل اللي عمله أثناسيوس أنه كان أميناً على الإيمان. هي دي قليلة؟ قليلة؟ كونك تعلم أولادك الإيمان، والإيمان ده هو الأمانة. ما عندنا في كتب يقول تقال الأمانة، الأمانة اللي هي إيه؟ اللي هي بالحقيقة نوم. علشان كده البابا أثناسيوس نفي 5 مرات، وفي كل مرة يزداد صلابة ويزداد قوة ويزداد عظمة. طيب تقولي اه ده بقى بطرك، طب ايه رأيك في القندلفتي افرام؟ تقولي اسمه ايه؟ القندلفتي. يعني ايه القندلفتي؟ القندلفتي في الكنيسة السريانية هو الشماس الصغير المهتم بإضاءة الأناديل، يعني كل شغلته في الكنيسة ينور الأناديل. بس عندهم إحساس بالقندلفتية دي، يقول لك الله الله الله، مريم مرقس زعلان، الأنديل بتاعه مطفي، لا 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 نصلحه، نروح نولع له الأنديل. الله 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 الله، قديس كيرلس الكبير أنديله مطفي، لا. فكانوا يهتمون جدا ويقيمون شمامسة متخصصين بإضاءة الإيه؟ القناديل. كل اللي عمله إفرام العظيم اللي بيسجله التاريخ ويسجل لينا روائع وميامر وعظات وسير ماري أفرام السرياني، إنه كان قندلفتي، بس قندلفتي إيه؟ أمين. قندلفتي أمين على عطية الله وعلى محبة الله الغنية. طيب بلاش دودي، أنا هدي لك واحد أمين على القليل. إيه رأيك في الراجل الغلبان اللي كان مهتم ب2 أرامل؟ والراجل ده بيشتغلش بأجرة، مش أجري،
كان يشتغل بالجراية. عارفين الفرق بين الأجرة والجراية؟ الأجرة ياخد فلوس والجراية ياخد أكل. كان ياخد كسرة صغيرة ويودي الاثنين أرامل بقية الجراية بتاعته، وياخد الزلعة بتاعة المية يضرب مشوار يملها لهم مية عشان ما عندهمش أجرة سقة. أظن عرفتوه، سمعان الخراز. تقول لي سمعان الخراز ده كان بيطلع العشور، كان أمينا على القليل فأقامه الله على الإيه؟ على الكثير. ربنا لما يديك أمانة بيختبر هل تنفع، بيجربك. يديك 10 جنيه يقول لك اديني منهم جنيه، اديني العشور، يشوفك هتديله ولا مش هتديله، يقول لك لا طالما انت كده يبقى حد الله بيني ما بينك، مش هتاخد تاني. يعني مش تاخد تاني، لانك غير امين على الايه؟ على القليل. بلاش ده وده. ايه رايك في الراجل اللي كان بيبيع ملح وكان يلف البلاد يبيع الملح، عباره يحط له شوالين ملح، الملح الخشن ده، ويبيعه بالكوز، حاطط كوز كده معون، وكان يلف ويقول كده بصوت رويس وصل يا ولاد، والناس يتلموا حواليه، اللي يقول له يا عم رويس، واللي يقول له يا عم فريج، واللي يقول له يا عم المقدس. تقول لي ده كان يعني، بقول لك هو كان أمينا، حافظ على الإيمان في بساطة العمل. تقول لي بتاع الملح ده يخش مجمع القديسين، كن أمينا إلى الموت. لما تكون أمين على القليل بقول لك ربنا يحطك على الإيه؟ على الكثير. إيه رأيك في داود؟ كان أمين على الغنم، كل إخوات يؤاب وإخلاف، كله في البيت، مين اللي عمال على الغنم ووشه مطيم بالطين وحارس الغنمات ولابس طاقية صغنونة وجلبية مشمر كمامه، وهو حتة واد صغير، حتى أخوه لما راح جابه على كتفه كده حتة عيل. مين اللي لمع قدام ربنا وربنا اختاره يكون ملك على بني إسرائيل؟ هو الواد الأمين ده، داود. عشان كده ربنا شهد عنه شهادة رائعة، فتشت قلب داود ابن يسى فوجدته حسب قلبي. الأمانة اللي عنده، هو إنسان أمين في القليل فأقيم على الكثير. تلاقوا الكلام ده في صميل أول 17 عدد 28. إمتى تكون أمين على القليل وربنا يكافئك بالكثير؟ طيب إيه رأيك في يوسف؟ كان أمينا على بيت فرعون، وكان أمين في السجن. إيه السجن دي؟ والسجن في حاجة؟ كان أمين على المسجونين، لدرجة يوسف ده كان معاه مساجين جوه السجن 2، كان هو اللي معاه المفتاح، كان يخش ويقفل من جوه لأنه محدش يقدر يخرج، لأنه إنسان إيه؟ أمين. ربنا بص كده قال له هايل يا يوسف، أنت رائع، أنا هخليك أمين مش على بيت فوتيفار، على قصر فرعون. يا والمخازن والمخان الصغيرة والكبيرة وكل خيرات مصر تبقى تحت يدك. ليه؟ لأنك إنسان أمين في الإيه؟ في القليل. الأمانة أحبائي الشر لابد من محاربته من أجل الأمانة. أنا عايز أقول لك
اضبط عقلك، اضبط فكرك، اضبط سريرك، اضبط مخدتك، كن امينا في حراسه فكرك ايه اللي بيجي لك وبتمشيه. تقول لي ابونا الفكر، بقول لك الفكر ده زي الدبان، يجي الفكر هشه، انا عاوز حاجه تانية. ايه رايك لو جايك الفكر؟ قلت له امشي، انا عايز افكر في الحربه اللي اتضرب بها المسيح، عايز افكر في الجلده اللي جت على ظهره. انت بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي فداني. فكر في حاجه تدخلك السماء، اطرد الافكار الشريره مستاثرين كل فكر للمسيح. بدل الفكر، بدل الفكر، وبلاش الفكر الشرير يلزق في دماغك، بلاش الفكر الشرير يعشش عندك. قول يا رب انا عايز يكون لي فكر نقي عشان يكون لي كنت امين في القليل. كن امين، كن امين على محبة الناس اللي بتحبك، مش تقعد تنسى نفسك. كن امين على محبة الناس اللي بيحبوكش، حتى اللي بيحبك شيء اديله قليل من المحبة، يعني دور على حاجة كويسة فيه، يعني حتى لو متغاظ منك اشكر ربنا انه هو ما مدش ايده عليك، ما هوش عمل لك محضر في الاسم، ما هوش شور صورتك ولا حاجة. اشكر ربنا على الأمانة. كن أمينا على القليل في صلواتك. كنت بتصلي قل يا رب علمني أكون أمين على الصلوات القليلة. أنا عايز أتعلم يا رب أصلي إزاي، أصلي إزاي، وأكون أمين على الكلمتين اللي هتصليهم. أنا عندي ابن بنتي، لما أبوي يكلمه، لما حد يكلم مامته تكلمني الشغل، يطلع ياخد التليفون ويخش أوضة ويقفل الباب عشان محدش يسمعه. أنا طبعا بكون مبسوط. السرية دي نعمل كده مع ربنا، لما تتكلم مع ربنا اغلق بابك وصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. طبعا الولد بعد ما يتكلم يجي أجده، ماما كلمتني وقالت لي وقالت لي وقالت لي، وقالت لي. طب يا عم حابس نفسك ليه بس وقافل؟ لكن هي اغلق بابك، اتعلم يكون لك خصوصية مع ربنا، وخاصة ان الصلاة صلة، صلة فيها رباط بينك ما بين ربنا. كن أمين في القليل على المحبة، ابدأ بها الطريق، لأن رأس الحكمة مخافة الله. كن أمينا، المحبة قوية كالموت. كن أمينا على درجات الصلاة. دلوقتي بتصلي وتتاوب وتحط إيدك، بكرة وبعده تغصب على نفسك تصل للصلاة الدائمة. ممكن تحفظ وانت ماشي هتقول الصلاة كويس في تقدم، وبعدين تصل لحالة الدهش، تنعس، تحلم انك انت بتصلي، ربنا يديك فكر الصلاة وانت نعسان، بتنتقل من درجة الى درجة. بس كن امين في الاول وسيب ربنا يشتغل معاك، وبعدين تصل للدموع. دي درجة من الصلاة، لما تصلي تلاقي دموعك نزلت، وبعد تصل لدرجة اسمها الهزيز. الهزيز هو ايه؟ هو انك تلاقي نفسك بتغني ما انتش دريان، بتغني لربنا، بترنم المزمور ما بتقولش مزامير داود ان بركاته، لا، تلاقي نفسك من مزامير وانت مش دريان. الشغل اشتغل، جات لك الجلالة، حصلت معاك، وربنا بدأ يشتغل. بس ابدأ في الأول بالإيه؟ بالقليل. ابدأ بالقليل، والقليل يستمر معاك، ويستمر معاك يقودك
إلى أقداس النعمة ويقودك إلى الدرجات العالية. وبعدين ابدأ أولا بالقليل حتى تصل إلى الكثير. الحياة الروحية سلم عالي. اللي عايز يوصل لربنا نتكلم على الله، ابدأ أول درجة، ابدأ أول درجة. أول درجة قلت لك ابتدي اتكلم مع ربنا. أول ما اتكلمنا خالص اتكلم مع ربنا، ابتدي. بس بعد ما تبتدي هتنتقل من درجة إلى درجة ومن خطوة إلى خطوة. لكن طالما أنت باصص السلم من تحت تقول يا أبوي سلم من الأرض للسماء أوصلوا كيف ده يا حبيبي؟ بداية الألف ميل خطوة. ابتدي مع ربنا، ابتدي. والأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. كن أمين على أفكارك، على طفولتك، على شبابك، على الثمار الروحية. ده ربنا عطى اللص اليمين فرصة 5-6 ساعات كان معاه، كانت فرصة. واحد انتهز الفرصة ودخل الفردوس. اليوم تكون معي، عشان كده احنا نسميها أمانة اللص. أمانة اللص، لص الأمين قدر يستفيد بالفرصة. وانت مدي نفسك فرصة ولا مش واخداك الدلالة وبتجي الكنيسة وهو يعني وأمين أمين بموتك يا رب؟ عمي لا، ما ينفعش. كن كن أمين إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ممارسة الجسد جسد وممارسة الروح روح. ابتدي اسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد. وبعدين خشوع الروح يقودك إلى الممارسات الروحية. أما طاعة الجسد مرهاش غير الفساد والهلاك الأبدي. يعطينا الرب أن نكون أمناء، أمناء على القليل حتى يقيمنا الرب على الكثير. أمناء فيما يعطيه لنا الله، وأمناء فيما نعطيه نحن لأنفسنا وأولادنا من عطايا، من مواهب، من بركات. ربنا يبارك حياتكم، ونلتقي في موضوع آخر الأسبوع المقبل إن أحيانا الرب وعشنا. بركة أبونا الطوباوي البابا البطريرك الأنبا تودروس وشريكه في الخدمة الرسولية أبونا الأسقف الطاهر الأنبا سيئودوسيوس يحفظني ويحفظكم المسيح إلى ملء مجيئه، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. نرنم معاً. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، وزرع شر ما يفلح وكل ليش زوان. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جا ولا غنى. أنا ليا وطن تاني، لا مال ولا جا ولا غنى. أنا لي وطن تاني، العالم يبني ويزرع ويتملي مشاب عن همويل بس ويلا وعن يسوع غفلان، هموين بسويلا وعن يسوع غفلان.
لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني لا مال ولا أنا ليا وطن تاني لا مال ولا شايل وطن تاني العالم يري وينكد وفي غزوي بات مغموم وعنتره ما يسكت وحياته ماليه ناموم وعنتره ما يسكت وحياته ماليه ناموم لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني لا مال ولا جاه ولا غنى أنا لي يا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غنى أنا لي يا وطن تاني شايل هم الأيام محروم أم شايل هم الأيام محروم من السلام وشكوى كتر كلام من الضوء الألام وشكوى كتر كلام من الضوء الألام لكن أنا مش من هنا ده وعالم تاني لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني لا مال ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. عندي مجموعة من الورق بنجاوب على حاجات بسرعة كده. أول حاجة قناة الطريق بتقول لكم إن البث في مشكلة مع النايل سات مشكلة فلوس وفي صندوق بره اللي يحب يتعاون مع قناة الطريق. في المسابقة رقم 11 السؤال 2 بيقول يصر الرب المياه في نقط الغمام سحبه مراسيه لكني وجدت الإجابة يصر الرب المياه في ثوب أمثال 30-4 ما رأيكم؟ يعني كله خير مفيش مشاكل. إزاي إيش حياة التوبة؟ هو نمرة واحد إنك تقوم من الخطيئة، نمرة اثنين ما ترجع لهاش تاني، نمرة ثلاثة خد قرار، خد قرار، نمرة أربعة امسك في وصية النعمة ما تسيبهاش، نمرة خمسة اتكل على ربنا مش على شطارتك وربنا هينجيك. سؤال، ايه رأيك او تقول ايه لوحدة ربنا مسلطها على نفسها؟ يعني ايه ربنا مسلطها على نفسه؟ هو ربنا بيسلط الناس على نفسه؟ ربنا مسلطها على نفسه.
أنا مش فاهم السؤال. مسك الختام أستاذ سمير ثابت بعد بيقول سلام المسيح يكون مع العالم أجمع، بيقول أشكرك كثيرا على رحلة زيارة الأديرة الأسبوع الماضي، فقد كانت أعظم هدية لي منذ ولادتي، ففيها تقابلت مع أبي وأمي وأخي وأختي وأولادي، كانت المحبة تنبع من الجميع إلى الجميع، تعايشنا في جو روحاني تسوده محبة المسيح. كما أشكر الأستاذان باسم ويرجس لما بذلاه من جهد وحكمة لدرجة أنه لم يحدث أي مشكلة في الرحلة. أطال الله لنا عمرك وزادك محبة وتواضع. أنا اللي أشكرك لعينك البسيطة، ما شفتش الـ أنت شايف إن الرحلة جميلة، لكن أنا كنت بسمع يعني جوه الأتوبيس، يعني واحدة تقول رحلة زي الزفت، السواق بيشرب سجاير. طب أنا لما أروح أتفق مع عربية أقول للشركة أنا عاوز سواق يكون بيشربش سجاير مثلا يعني؟ طيب في رحلة من الرحلات السواق كان يعني مخه زنخ وشغلنا قرآن طول السكة مثلا يعني، يعني احنا كنا في نعمة فعلا زي الأستاذ سمير ما بيقول. الراجل ما نزلناش مكان وقال لنا يلا عاوزين نمشي، بالعكس كان يطلع العربية ونقول له لسه في واحد ما جاش ينتظر. مش كان بيحصل كده أستاذ سمير؟ كان بيفضل يستنى الناس، وكان طويل البال وكان راجل لطيف خالص يعني ربنا يستر عليه. العربية حصل فيها عطل، مرضيش يعكس هذا العطل على الناس، كان متحمل للموضوع على أعصابه وبيحاول يتدبر الموقف عشان يوصل بالناس لبر السلامة من غير ما هم يحسوا بتوتر. أنا أشكر ذوقك وأشكر محبتك، وأنت شرفتني وباركتني، وطبعاً إحنا بنتعنا صلينا قداس السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع، كانت فرصة للناس كلها تصلي وتتناول وتحضر وتزور وشرح. أنا شايف إنها كانت فعلا برضو معاك رحلة كويسة، وده من ستر ربنا ومن فضل ربنا وليس بفضل بشري، لكن ربنا لما بيسترها كل الأمور بتمشي زي الفل. و روح الله مالي الإله الواحد أمين. تعظمك نفوسنا، نسجد أمام أقداسك يا ربنا على ما أعطيت، على ما دبرت، على ما سكبت من أجل خلاصنا وتدبير حياتنا.
شملنا برضاك، عيننا على العمل بوصاياك. اذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم، فانت امل من لا امل له ورجاء من لا رجاء له. اذكرنا جميعا بالعنايه والرعايه، اذكرنا برحمتك كل حين، اذكر الكنيسه رعاه ورعيه. حنن قلوب المتولين علينا من اجل احساناتك وطول اناتك. اذكر المرضى والمتالمين والمحبوسين والمديونين والمسبيين، اذكر كل احد. اعطينا سلام وسلامه من اجل احساناتك وطول اناتك. بركه امنا العذراء مريم، رؤساء ملائكه الاطهار ميخائيل وغابرييل ورفائيل وسوريال صدقيال سراتيال انانيال، الاربع وعشرون كاهنا والمئه والاربعه والاربعون الفا البتوليون، بركه ساده الاباء الرسل ماري ماركوس وماري جرجس مارمينا فلوباتير ماركوريوس كل لباس الصليب، بركه البابا كيرلس والشهيد العظيم الانبا والنس وجميع العذارى الحكيمات، بركتهم محبتهم شفعتهم هيبتهم معونتهم تكون معكم وتدوم فيكم من الان والى الابد امين. بكريستوس بنوتي. ايها المسيح الهنا الحال في وسطنا الان، يا ملك السلام اعطينا سلام، قرر لنا سلام، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقدره والمجد، ترأف علينا وباركنا، اسمعنا لما نقول لك بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة نعمة عطية روح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. في كتير طرق وسط الحياة.